للمزيد من المتابعة ينضم إلينا على الهواء مباشرة الدكتور محمد البهواشي الباحث الاقتصادي بجامعة قناة السويس. يعني دكتور محمد، رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حرص في كلمته اليوم إلى توضيح الإجراءات التي اتخذتها مصر من أجل إزالة العراقيل أمام الاستثمار. أبرز تلك الخطوات التي أوضحها رئيس الوزراء. طبعا خطوات كثيرة انتهجتها الدولة المصرية في ضمن سياستها الإصلاحية استهدفت بها تسديل العقبات اللي كانت بتواجه الاستثمار، من أهمها طبعا توحيد سعر الصرف، وده تم عن طريق لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي، وتوحيد سعر الصرف عن طريق وترك كل آليات السوق، وده قضى نهائيا على السوق الموازي وأصبح فيه سعر واحد لسعر الصرف الأجنبي. دي كانت نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية اللي الحكومة وضعت لنفسها حد للاستثمار، ودوت بمعناه ان اتاحت الدوله نسبه كبيره للاستثمارات العامه واستثمارات القطاع الخاص، وطبعا في بجانب طبعا ان الدوله وضعت او رسمت سياسه ملكيه الدوله اللي من خلالها تم وضع خطه واليه طريق للتخارج من المشروعات القوميه اللي انتهجتها الدوله واتاحت ادارتها للقطاع الخاص، واعتقد ان دي فرصه مهمه جدا، بالاضافه الى التيسيرات اللي اصدرتها الدوله سواء من فكره الشباك الواحد او وصولا الى الرخصه الذهبيه اللي قلصت كثيرا من الاجراءات، اكثر من 47 جهه بتحتاج توقيعات والاصدار تراخيص ورسوم. اعتقد ده كله بقى بتوقيع واحد من دوله رئيس الوزراء بيتم انهاء هذه الاجراءات، فاعتقد ما وصلنا اليه في الوقت الحالي هي خطوه مهمه جدا بالنسبه للمستثمر، بالاضافه طبعا الى الاشادات المتتاليه من كافه مؤسسات التصنيف الدوليه على الوضع الاقتصادي المستقر، والحمد لله اللي يمكن باخر اشادات من مود وفيتش وستاندرد وورز، اعتقد ان هو ده شهادات ثقه بتدعم ما قامت به الدوله المصريه في سياستها الاصلاحيه، ومن اهمها طبعا تقليل البيروقراطيه اللي كانت بتواجه فكره الاستثمار. نعم دكتور محمد، ما مدى انعكاس المشاركه المصريه في تلك التجمعات الدوليه على الاستثمار في مصر؟ طبعا احنا شاهدنا في الاونه الاخيره اكثر من منبر دولي تقوم مصر من خلاله بتسليط الضوء على ما لديها من فرص استثماريه، وطبعا تسليط الضوء على الخطوات الاصلاحيه اللي انتهجتها الدوله المصريه. النهارده دوله رئيس الوزراء ممثله عن فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي موجود في الرياض، الاسبوع الماضي كانت سياده الرئيس بالشرف بنفسه في تجمع بريكس، الاسبوع الماضي برضه وزير الماليه في قمه الصندوق النقد الدولي، فكل هذه المنابر الدوليه دائما ما نشهد فيها القاء الضوء على الخطوات الاصلاحيه اللي انتهجتها الدوله المصريه، وبالاضافه طبعا الى ما لدينا من فرص استثماريه تم استحداثها وتم الحصول عليها من خلال البرامج الاصلاحيه. النهارده بتكلم عن البرامج الاصلاحيه، اصلاح اقتصادي، اصلاح هيكلي، اصلاح في البنيه التحتيه بالكامل، اعاده صياغه الخريطه الاستثماريه المصريه، تسديل كافه العقبات اللي بتقابل المستثمرين، كل هذه الامور طبعا هي نتيجتها اللي احنا بنشوفه في هذه المحافل لالقاء الضوء على ما لدينا من فرص استثماريه يبحث عنها المستثمر. نعم دكتور محمد، يعني هذه النسخة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار شعارها أفق لا منتهى والاستثمار اليوم لصياغة الغد، ما مدى صعوبة ما تواجهه مصر لتحقيق هذا في ظل التحديات الكبيرة اللي بتمر بها المنطقة العربية؟ طبعا الحمد لله مصر كان ليها يعني دور السبق او خطوات استباقيه وضعتها في السياسيه، ويمكن الاستثمار بشكل عام في بنيه تحتيه اعتقد النهارده وضحت مدى اهميتها في شكل المشروعات القوميه للصوامع، استهداف بنيه تحتيه، استهداف مشاريع طاقه، استهداف استغلال امثل لمورد المياه ومعالجه مياه الصرف الثلاثيه، استهداف زياده الرقعه الزراعيه، استهداف الطاقه الجديده والمتجدده وانتاج الهيدروجين الاخضر الصناعي، كل هذه الامور طبعا اعتقد ان هي طفره في الخريطه الاستثماريه المصريه. يمكن الازمات اللي حدثت في العالم منذ 2020 يمكن ما كانش حد يتوقعها ومش موجوده في الحسبان، لكن الخطوات اللي اتخذتها الدوله وانفقت فيها مئات المليارات من الجنيهات اعتقد النهارده بنشوف مدى اهميتها، ان هي وضعت الدوله المصريه حتى في ظل تراجع عام للاستثمار على مستوى العالم ما زالت مصر قادره ان هي تكون اولى الدول الجاذبه للاستثمار في الشرق الاوسط بالكامل، بالاضافه ان لدينا من الفرص الاستثماريه ما يبحث عنه المستثمر، النهارده ده المستثمر بيبحث عن الاقتصاد الاخضر، قليل الانبعاثات الكربونيه مواجهه طبعا للاثار السلبيه للتغيرات المناخيه، ده موجود في مصر ومصر التصميم فيه بشكل كبير جدا. نعم. دكتور محمد البهواشي الباحث الاقتصادي بجامعه قناه السويس، شكرا جزيلا لحضرتك.